السلام عليكم الاخوان، معكم زهير خراس رئيس ديال جمعيه نظيف ساله، بالنيابه على جميع الاخوان وجميع المهنيين في القطاع. ارتئينا اليوم اننا نجيو ونعاودو نديرو وقفه احتجاجيه ثانيه امام العماله، نظرا لعدم الالتزام بالقرارات اللي عطاونا. القرار اللي كان تاخذوه الناس ديال العماله هو انهم نستأنفوا العمل بالمواد اسك، اولا الناس اللي عندها الابار، اولا الناس اللي كتخدم بالالات متطوره، في حين انه المشاكل اللي لقيناهم هما ان الناس القياد ما توصلوش بالقرارات الكتابيه، توصلوا فيها الشفهيه، والشفهيه يعني كتعني ان ما تيقول لك حنا ما عندناش شي حاجه كتابيه باش نطبقوا القانون، حنا كنطبقوا القانون، حنا مع السلطات وحنا حاليا عندنا ضرر كبير، ضرر قوي. كاين الناس اخويا اللي حطوا صويرتات ديالهم، كاين الناس اللي جمعوا عليهم الكرا اللي ما وضوا، كاين الناس اللي عندهم ضرائب، كل وشنو الله يحسن العوان. حنا في العواشر في رمضان ما كتكونش عندنا خدمه كثيره، كتبدا عندنا الخدمه من الجوج كتسالي مع الخمسه ديال العشيه، صافي خصك تسالي بحالك. لذلك حنا الحمد لله الفرشه المائيه الحمد لله متوفره، حلول عندنا كثيره، ولكن ما باش يكون تعسفات بحال هكا لا. حنا ملي كتمشي تحل المحل ديالك كيتصلوا بنا الاخوان تيقول لك ودي راه سد جار مقدمه وسدوا لي، قال لك القائد ما تحلش، ما عندنيش شي قرار كتابي. هذوما الاكراهات اللي جينا على قبلهم اليوم باش نناقشهم مع المسؤولين. اش نقول لك اخويا، دابا راه شهرين ونص طالعين في الشهر الثالث وحنا سادين. كتجي الى لاحظتي راه الحمد لله كلشي قدامكم، يعني ثلاث اربع ايام اللي كنخدموا فيها كتكون فيها الشتاء. يعني هاد الثلاث شهور اللي حنا سادين خدمنا فيها واحد 10 ايام ولا ما كاملاش 10 ايام ما تخلصش، هربوا لنا خدامه، تجمعوا علينا، تراكموا علينا بزاف ديال الكريديات، يعني عندنا بزاف ديال الاكراهات. لذلك حنا ما تنطالبوا حتى شي حاجه، الحمد لله ربي كرمنا بالشتاء، الخير الحمد لله موجود، الفرشه المائيه تبارك الله الحمد لله ولله الحمد. يعني عندنا حنا ناس ما تنكونسوميوش الماء، حنا الغلط اللي تيطيحوا فيه هاد الناس، حنا ما تنكونسوميوش الماء. حنا الماء يعني الا جينا درنا واحد الاحصاء بالنسبه للناس اللي كيخدموا لقينا 400 درهم 500 درهم في الشهر اللي كتجي، في حين على ان كاين قطاعات اخرى كتستهلك اكثر منا. فكيفاش كيف يعقل ان قطاع كيستهلك اكثر خدام وقطاع اللي ما كيستهلكش وعنده اليات متطوره تسد ليه المحالات؟ لا يعقل. ليكم فاطمه زهرة المذكوري صاحبه محل غسل السيارات وعضوه في جمعيه تناظيف ساله. اليوم جينا للمره الثانيه باش نشوفوا المآل ديال الاستعطاف اللي كنا درنا للسيد العامل باش نستأنفوا العمل ديالنا الكامل لايام الاسبوع، وللاسف ما لقينا حتى شي رد اللي شافي. كنا دخلنا عند السيد وجلس معنا وقال لنا بان كاين واحد الحل هو استعمال المياه المعاد تدويرها، ولكن داك المياه من اللي قرينا الكونترا اللي كاينه بينه وبين الشركه اللي غادي تتعامل معنا لقينا غير صالح للاستعمال او اللمس بالايدي، وحنا العمل ديالنا كنستعملوا مباشره عندنا مع الماء يعني مدير بالصحه، ولهذا كنرفضوها رفضا باتا، وكنطلبوا من المسؤولين انهم يشوفوا لنا شي حل بديل باش نخدموا. والحمد لله راه الشتا صبات، وكان حنا عندنا من بين الاسباب اللي خلتنا نمتنعوا على العمل لطيله ايام الاسبوع هي الجفاف وندره المياه، ولكن الحمد لله راه شفتوا نسبه ديال الماء السدود تقريبا 100%، ولهذا كنتمنوا انهم يشوفوا يعيدوا النظر في هذا القرار ويعطيونا نخدموا الايام الاسبوع، لان الناس راه ضرات بزاف، ومع هاد الشتا كانت كتجي في داك الايام اللي كيعطيونا نخدموا فيها. لهذا راه 15 يوم تقريبا متتاليه الناس ما دخلوا حتى شي حاجه لديورهم، وكاين بعض الناس اللي هما تخلاو على هذا المجال وصبحوا يعني بغا يصبحوا من المشردين، ما بقاش عندنا. كنتمنى يشوفوا بعيننا الرحمه ويعطفوا على هذا القطاع هذا لانه متضرر بزاف. ضرينا بزاف من هذا الشيء، هذا كاينه بزاف الحوايج دابا اللي حنا ما عرفناهمش حيت ما بغاوش يحلوا لينا، بحال الشتا الحمد لله صبات الامور بخير، بحال الحمامات كانوا بحالنا دابا مطلعين امور عاديه، وحنايا دابا حتى نحسب راسنا بحال محقورين، ماشي شي حاجه اللي هي زعما مزيانه هي هذيك، علاش عندنا عائلات واحد الثلاث ايام اللي كنسدوها ما تنعرفوش علاش نسدوها، بان ما الشتا الحمد لله هي كاينه بخير، يعني ما كاين لا تعويضات ما كاين حتى شي حاجه، الواحد ما كيفكر فينا نحسب راسنا بحال احنا ضعاف، ما كاينش شي حاجه تزيد بينا القدام. بحال ايوا دابا تقريبا هي واحد الثلاث شهور، هاد الثلاث شهور هادي اللي حنا دابا حنا سدينا فيها ما كاين حتى شي حاجه تتعاوننا فيها، ما كاين حتى شي واحد تعاوننا في الكرا، ما كاين حتى شي واحد تعاوننا في الدراري، يعني ما كاين حتى شي حاجه تتبين لينا القدام، عاتي خليونا بالسدان وريني شنو دير من بعد تتصب الشتا. الحمد لله الخير ديال الشتا دابا اللي صابره صابر، ما بقاتش شي حاجه اللي خاصها تزيد، يعني هادشي اللي تيبان ليا ولا بحال الحقره. أو الحمامات مثلا يقدر واحد مثلا اللي يدخل الحمام يقدر يضيع على راسه 10 سطور ولا 15 سطر، نقدروا حنا نخدموا به النهار كامل.
نقدروا نخدموا به شحال من طوموبيل ونعتصدوا به ونديروا فيه بزاف د الحوايج. اولا كليان مثلا تقول لي الطوموبيل ما تغسلش، واخا ما يغسلها في لافاج عين ماشي يغسلها في دار اخسر عليها 3 6 ولا 4، نقدروا حنا لا نديروا العكس ما نخسروش داك السي، نعتصدوا عندنا الريعه عندنا بومبا عندنا مسائل ديالنا اختصاصيا في داك الشيء. اما هذا ولينا مضرين بزاف وعيقوا بزاف، وحنا خاطبين مزوجين عندنا مسؤوليات عندنا وليدات عندنا الكرا ابارت المحل الخدمه، يعني ولينا حسينا بهذا الضمير بحال ولينا باغيين نتخلاو عليه، ما بقاش يبان فيه شي حاجه، زعما شي حشومه بزاف والله العظيم.